لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس في هذا الموعد الخاص بإياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. هذا هو استاد لوكاس موريبي ببروتوريا. دقائق وتعطى ضربة البداية لحوار الإياب بين ماميلودي سانداونز والوداد الرياضي. كلاكيت لتاني مرة في الدور نصف النهائي ورابع مرة هذا الموسم بعدما التقى الفريقين في دوري المجموعات. هما يلتقيان مرة أخرى في المربع الذهبي 2-1 نهاية الفصل الأول في العاصمة المغربية الرباط. 2-1 نتيجة ملغومة صعبة جدا بالنسبة للأحمر بعد ما سجل ماميلودي سانداونز الهدف الوحيد عن طريق اللاعب انكونكا، وبالتالي الأمور ستكون صعبة. ولكن ننتظر 11 رجل في أرضية الميدان، ننتظر شراء اللاعب طبعا الجناح الأيمن 27 زواني رقم 18 سيرينو لاعب الأوروغواي. يرون بأن هذه نقطة ضعف فريق الوداد الرياضي. تلعب الكرة في القائم الأول الشيخ إبراهيم كومارا، بعد ذلك يبعد إلى الركنية الثانية حداريا كومارا في القائم الأول. سانداونز دورك الان يا اشرف يا طاري بالكعبه التحضير، لا داعي لتسديد الان، لا داعي لترك لاعبي فريق المعمدة. لمن يا نصير هنا عنده لعب زواني عرضيه العملود يقطع بالراس، ممتاز ممتاز يا ايوب يا العملود. يعني الدخله تكون نوعا ما صعبه، اكيد في شويه دهشه من ايوب العملود، ولكن مع مرور الوقت يكسلود انك تدخل في الاجواء بسرعه. حذاري من هذه الكره يا ساتر. فليسدد عبد اللطيف، عبد اللطيف، عبد اللطيف يرفع كرة تتحول بعد ذلك إلى الركنية. يلزم استغلال كرة الثابتة يا الحداد، يلزم استغلال كرة الثابتة لبوتسو مع ناسيمينتو الحداد. ينفذ هذه الركنية إسماعيل على القائم الثاني، عالية جدا عالية جدا يا الحر. هو نصير يلعب الكرة في اتجاه من بديع، يحصر بديع الكنترول عرضية يا السعيدي. السعيدي وزوج سيئة للغاية، تمشي كرة في العمق. دورك الآن يا داري، مرت على كومارا، داري طلع يا داري، طلع يا داري، طلع يا داري. أوه ماذا فعل داري، أوه ماذا فعل داري. ردت فعل أحمد رضا التاكناوتي في نهاية المطاف. هذه الأخطاء اللي قلت مشاهدي الكرام قد تتسبب في الأهداف، هذه الأخطاء المباشرة. شوف كرة سالة هنا الوالة الأولى، طلع طلع ميمورجيا سعيدي، ميمورجيا سعيدي، ميمورجيا سعيدي العملود. التغطية الثانية منك واللي خلى الوداد يتصدر المجموعة. تمشي كرة لإسماعيل، عرضية منك يا إسماعيل ولكن سيئة ضعيفة فقط للمدافعين. مرة دفاع وليس في المساندة الهجومية عكس النهيري. نعم صحيح النهيري يساند الهجوم بقوة، يلعب أكثر في الجبل هذه المرحلة. ومع كثرة الإصابات هنا بدأ المشكل، هنا بدأ المشكل في دكة الاحتياط. هنا تصل كرة على الجهة اليمنى، عرضية فرصة ولكن الكرة عالية على لاعب إسماعيل للحد. لازم تسريع الهجمة، لازم تسريع الهجمة. مشات الكرة على الجهة اليسرى لوجود وضعية تسلل. ادخل يا زهير، ادخل يا زهير، ادخل يا زهير، يدخل زهير، زهير فرصة. ضاعت الكرة، صريح لافتتاح باب التهديف يا وليد الكارتي. وليد زهير وبديع، او فرصه لافتتاح باب التهديف. الكره تمشي مباشره الى الركنيه. قلت لكم بانه في مشاكل دفاعيه. شوف اللحظه للسلف المتابعه، كان يلعب كيكارا، تلعب الركنيه بسرعه. وليد يحاول السيطره عليها، تدخل من طرف لانجيرمان في الجهه اليسرى. يدخل اشرف داري، في خطا، في خطا واضح يا سيرينو، في خطا واضح يا سيرينو. وشوف نصير يتوجه للحكم ويقول له معلش يعني تسامحت معه في الوهله الاولى، هذه لا، لان سيرينو نبه الحكم في الكره الاولى سيرينو في حال تاهل الماميلودي سانداونز، وهذا ما لا نتمناه. لن يكون حاضر في اللقاء النهائي، ذهاب اللقاء النهائي سيرينو. اذا يتلقى البطاقه الصفراء، والان فهمتم لمقطع كان ممكن يعطي فيها ورقه حمراء. تمشي كره اللي فايده فريق الوداد. بديع، بديع ماذا سيفعل؟ بديع العرضيه ولكن متابع. وعن الروح الرياضيه تمشي كره سريعه، حذاري حذاري خطير هذه. طلع اشرف داري، نعم داري. افريقيا داخله على فصل الشتاء، طبعا الاجواء خريفيه اليوم في بريتوريا، درجه الحراره في اول يساند. هنا تمشي كره داخل منطقه الجزاء، دورك يا احمد يا رضا. تبقى ودادية من الجيل اليسرى، الحكم يخلي الامتياز في تدخل. نعم حتى الآن قرارات تحت إشارة. إسماعيل الحداد يرفع هذه الكرة في اتجاه صلاح الدين السعيدي، بعد ذلك يتم إخراجه من ناسيمينتو في صافرة. هذا الرياضي لو واحد يخطفه ويمشي بسرعة، الكرة أمام
الحداد. نعم دورك الآن يا الحداد دفاعي ممتاز بين الأجانب سواء الأوروغوايانيين أو كذلك البرازيليين في 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 خطأ حكم سيواشي إنذار. نعم أشرف طاري يتلقى العديد من الأسماء اللاتينية حاضرة في تشكيلة فريق الماميلودي ساندانس الذي يعتبر الفريق رقم واحد حاليا في جنوب إفريقيا. طبعا في أندية أخرى حتى لا نستثني فريق الجزاء. نعم مرفوعة ديال الكرة على القائمة الثاني مرة جانبية دقائق من نهاية شوط المباراة الأول تلعب الكرة في دار المدافعين. تطول هذه الكرة نعم تطول مرة أخرى وليد الكارتي يحيى جبران الحكم يصفر خطأ هذه ليلتنا. نعم خطأ 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 هدوءك 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 يا يحيى جبران. لا 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 يا يحيى لا يا يحيى لا يا يحيى يعني تصرف هذا ممكن يخلي إلدير مارتينز يخرج الكارت الأصفر. أنا قلت لكم بأن بعض لاعبي ماميلودي ساندانس دخلوا المباراة من أجل الانتقام وليس لعب كرة القدم. دخلوا من أجل الانتقام وليس لعب كرة القدم. هناك ثلاث لاعبين بالتحديد دخلوا المباراة ودائما في بالهم ما حصل في لقاء الذهاب. ومن أبرزهم اللاعب سيرينو. وشوفنا الحركة اللارياضية اللي قام بها اللاعب سيرينو تجاه عبد اللطيف نصير. الآن واحدة من نهاية شوط المباراة الأول. يلا يا الكارتي هنا الركنية سيرينو لبعض بالرأس ثم لبعض المرة ممكن استغلال المساحات استغلال المساحات هذه فرصة 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 وضعية التسلل. الحكم شاب بأن هناك تسلل صعبة ولكن حتى الآن يقدم الأداء المطلوب بينما الكرة العرضية هنا الخطأ لكن يرجع اللاعب بديع ضغط من بديع نصير دورك الآن يا نصير مر على نصير لا نترك المجال للتسديد. كي كاندون سيسابق الزمن من أجل الهدف هذه تسديدة هذا وحلم الآن والتكتل بشكل جيد. هنا كرة خطيرة 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 يفقى توازنه لحسن الحد لاعب سيرينو ويفقى يمكن تظهر بعض المشاكل لعناصر الوداد. هنا فرصة فرصة طلع يا السعيدي ممتاز ممتاز السعيدي خرج يعاني في هذه الجولة الثانية. هنا الكرة تلعب على مشارف منطقة الجزاء فرصة. الآن قلت لكم أن سيكون حاضر في كأس الأمم الإفريقية ضمن قائمة إيرفي رونار. خطيرة دي خطيرة دي خطيرة دي ميمورش ميمورش يا سعيدي يقطع برافو 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 المتابعة من طرف اللاعب أشرف الخلف مجددا هذه مرفوعة داخل منطقة الجزاء فرصة دائما الخطورة لازالت قائمة في صافرة نعم في صافرة وفي راية مرفوعة. لست أدري لماذا الوداد يرجع بشكل مبالغ فيه إلى الخلف لا يبعد كبير ولا واحد يساند الحداد هناك على الجهة اليسرى. الحداد يمر الحداد يمر يمر من الأول يمر من الثاني الحداد يمر الحداد يمر الحداد وحده الحداد وحده إسماعيل الحداد يتلقى تمشي من أشرف داري فرام فرصة فرصة فيها وضعية تسلل فيها وضعية تسلل لم كان هناك تدخل من طرف اللاعب اسماعيل الحداد. راية هذه التمريرة منك يا أشرف يا داري نعم هنا في العمق وفي دار المدافعين الحكم يتدخل عن طريق كونكا لمورينا يحاول المرور مورينا وبعد ذلك تصل إلى جولة طويلة طويلة جدا تلعب الركنية مرفوعة هذه الكرة كومارا كومارا اللاعب الإيفواري في نهاية المطاف يخرجها تلعب بسرعة يا وليد مباشرة لبابا توندي بابا توندي يمشي بابا توندي ينطلق بابا توندي لمن يا بابا توندي بطل بطل نجمة بطل نجمة فرصة نيونغو نيونغو والوداد الذي يعتمد على المرتدات هذه كرة عرضية تكنوتي بهدوء يسيطر عليها في نهاية الأمر اليسرى هذه عرضية دورك الآن يا تكنوتي طير السوبرمان مرشحة هنا كرة بابا توندي فرصة بديع امشي يا بديع امشي يا بديع امشي يا بديع مرنا فرصة غير معقول في اتجاه اللاعب بديع له كرشة لبابا توندي عملية التمويه رائعة ولكن التسديد لم تكن كذلك التسديد لم تكن كذلك هذه من الركنية هنا خطيرة والكرة مرت عالية الى توندي ام لا بابا توندي مراوغة ممتازة فرصة 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 ماذا هناك باتوندي هذه الكرة مرفوعة خطيرة هذه خطيرة 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 الكرة تطول نصير نصير يتقدم باتوندي فرصة الحكم ماذا يقول
الحكم ماذا يقول فيها ركنية وليس ركلة جزاء؟ غير معقول تماما يا بابا توندي، ضيعت علينا الأولى وضيعت علينا. شكرا للزميل ماجد الشجعي. تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس في هذا الموعد الخاص بإياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. هذا هو استاد لوكاس موريبي ببروتوريا، دقائق وتعطى ضربة البداية لحوار الإياب بين ماميلودي سانداونز والوداد الرياضي. كلاكيت لتاني مرة في الدور نصف النهائي ورابع مرة هذا الموسم بعدما التقى الفريقين في دوري المجموعات، هما يلتقيان مرة أخرى في المربع الذهبي. 2-1 نهاية الفصل الأول في العاصمة المغربية الرباط. 2-1 نتيجة مرغومة صعبة جدا بالنسبة للأحمر بعدما سجل ماميلودي سانداونز الهدف الوحيد عن طريق اللاعب انكونكا، وبالتالي الأمور ستكون صعبة. ولكن ننتظر 11 رجل في أرضية الميدان، ننتظر شراء اللعب طبعا الجناح الأيمن 27 زواني، رقم 18 سيرينو لاعب الأوروغواي، يرون بأن هذه نقطة ضعف فريق الوداد الرياضي. تلعب الكرة في القائم الأول الشيخ إبراهيم كومارا، بعد ذلك يبعد إلى الركنية الثانية حداريا كومارا في القائم الأول. سانداونز دورك الان يا اشرف يا طاري بالكعبه، التحضير لا داعي للتسديد الان، لا داعي لترك لاعبي فريق المعمدة. لمن يا نصير هنا عنده لاعب زوالي عرضيه، العملود يقطع بالراس، ممتاز ممتاز يا ايوب يا العملود، يعني الدخله تكون نوعا ما صعبه، اكيد في شويه دهشه من ايوب العملود، ولكن مع مرور الوقت يكسلود انك تدخل في الاجواء بسرعه. حذاري من هذه الكره يا ساتر، فليسدد عبد اللطيف، عبد اللطيف، عبد اللطيف يرفع كرة تتحول بعد ذلك إلى الركنية. يلزم استغلال كرة الثابتة يا الحداد، يلزم استغلال كرة الثابتة لبوتسا مع ناسيميانتو الحداد، ينفذ هذه الركنية. إسماعيل على القائمة الثانية، عالية جدا عالية جدا يا الحر، هو نصير يلعب الكرة في اتجاه من بديع، يحصر بديع الكنترول عرضية يا السعيدي، السعيدي وزو سيئة للغاية، تمشي كرة في العمق. دورك الآن يا داري، مرت على كومارا، داري طلع يا داري، طلع يا داري، طلع يا داري، أوه ماذا فعل داري، أوه ماذا فعل داري، ردت فعل أحمد رضا تاكناوتي في نهاية المطاف. هذه الأخطاء اللي قلت مشاهدي الكرام قد تتسبب في الأهداف، هذه الأخطاء المباشرة. شوف كرة سالة هنا، الوالة الأولى طلع طلع ميمورج يا سعيدي، ميمورج يا سعيدي، ميمورج يا سعيدي، العملود التعطية الثانية منك واللي خلى الوداد يتصدر المجموعة. تمشي كرة لإسماعيل، عرضية منك يا إسماعيل ولكن سيئة ضعيفة فقط للمدافعين، مرة دفاع وليس في المساندة الهجومية عكس النهيري. نعم صحيح النهيري يسرد الهجوم بقوة، يلعب أكثر في الجبل هذه المرحلة، ومع كثرة الإصابات هنا بدأ المشكل، هنا بدأ المشكل في دكة الاحتياط. هنا تصل الكرة على الجهة اليمنى، عرضية فرصة ولكن الكرة عالية على لاعب إسماعيل الحد، لازم تسريع الهجمة، لازم تسريع الهجمة. مشت الكرة على الجهة اليسرى لوجود وضعية تسلل، ادخل يا زوير، ادخل يا زوير، ادخل يا زوير، يدخل زوير، زوير فرصة، ضاعت الكرة. صريح لافتتاح باب التهديف يا وليد الكارتي، وليد زوير وبديع، او فرصه لافتتاح باب التهديف. الكره تمشي مباشره الى الركنيه، قلت لكم بانه في مشاكل دفاعيه. شوف اللحظه للسلف المتابعه، كان يلعب كيكارا، تلعب الركنيه بسرعه، وليد يحاول السيطره عليها، تدخل من طرف لانجيرمان في الجهه اليسرى، يدخل اشرف داري، في خطا، في خطا واضح يا سيرينو، في خطأ واضح يا سيرينو. وشوف نصير يتوجه للحكم ويقول له معلش، يعني تسامحت معه في الوهلة الأولى، هذه لا، لأن سيرينو نبه الحكم في الكرة الأولى، سيرينو في حال تأهل الماميلودي سانداونز، وهذا ما لا نتمناه، لن يكون حاضر في اللقاء النهائي. ذهاب اللقاء يا سيرينو، اذا يطلق البطاقه الصفراء. والان فهمتم لمقطع كان ممكن يعطي فيها ورقه حمراء. تمشي كره اللي فايده فريق الوداد، بديع، بديع ماذا سيفعل؟ بديع على عرضيه ولكن متابعه، وعن الروح الرياضيه. تمشي كره سريعه، حذاري حذاري خطير، هذه طلع اشرف داري، نعم داري افريقيا داخله على فيصل شتاء، طبعا الاجواء خريفيه اليوم في بريتوريا، درجه الحراره في اول يساند. هنا تمشي كره داخل منطقه الجزاء، دورك يا احمد يا رضا، تبقى ودادية من الجيل الأسرة، الحكم يخلي الامتياز في تدخل، نعم
حتى الآن قررت تحت إشارة إسماعيل الحداد يرفع هذه الكرة في اتجاه صلاح الدين السعيدي، بعد ذلك يتم إخراجه من ناصيم يانطو في صافرة الرياضي لواحد يخطفه ويمشي بسرعة كرة أمامية والحداد. نعم دورك الآن يا الحداد، دفاعي ممتاز بين الأجانب سواء الأوروغوايانيين أو كذلك البرازيليين في 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 خطأ حكم سيغوى شيء بعد. نعم أشرف طاري يتلقى العديد من الأسماء التي هي حاضرة في تشكيلة فريق الماميلودي ساندانس الذي يعتبر الفريق رقم واحد حاليا في جنوب إفريقيا. طبعا في أندية أخرى حتى لا نستثني فريق الجزاء. نعم مرفوعة ديال الكرة على القائمة الثاني مرة جانبية دقائق من نهاية شوط المباراة الأول، تلعب الكرة في دار المدافعين، تطول هذه الكرة. نعم تطول مرة أخرى وليد الكارتي، يحيى جبران الحكم يصفر خطأ هذه ليلتنا. نعم خطأ خطأ خطأ، هدوءك 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 يا يحيى جبران. لا 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 يا يحيى، لا يا يحيى، لا يا يحيى، يعني تصرف هذا ممكن يخلي إلدير مارتينز يخرج الكارت الأصفر. أنا قلت لكم بأن بعض لاعبي ماميلودي ساندانس دخلوا المباراة من أجل الانتقام وليس لعب كرة القدم، دخلوا من أجل الانتقام وليس لعب كرة القدم. هناك ثلاث لاعبين بالتحديد دخلوا المباراة ودائما في بالهم ما حصل في لقاء الذهاب، ومن أبرزهم اللاعب سيرينو. وشفنا الحركة اللارياضية اللي قام بها اللاعب سيرينو تجاه عبد اللطيف نصير. الآن واحدة من نهاية شوط المباراة الأول، يلا يا الكارتي هنا الركنية سيرينو لبعض بالرأس ثم لبعض المرة ممكن استغلال المساحات، استغلال المساحات هذه فرصة 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 وضعية التسلل. الحكم شاب بأن هناك تسلل صعبة ولكن حتى الآن يقدم الأداء المطلوب، بينما الكرة العرضية هنا الخطأ لكن يرجع اللاعب بديع، ضغط من بديع نصير. دورك الآن يا نصير، مر على نصير لا نترك المجال للتسديد. كي كاندون سيسابق الزمن من أجل الهدف، هذه تسديدة هذا وحلم الآن والتكتل بشكل جيد. هنا الكرة خطيرة 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 خطيرة، يفقد توازنه لحسن الحد لاعب سيرينو، يفقد يمكن تظهر بعض المشاكل لعناصر الوداد. هنا فرصة فرصة طلع يا السعيدي، ممتاز ممتاز السعيدي خرج يعاني في هذه الجولة الثانية. هنا الكرة تلعب على مشارف منطقة الجزاء، فرصة. الآن قلت لكم أن سيكون حاضر في كأس الأمم الإفريقية ضمن قائمة إيرفي رونار. خطيرة دي خطيرة دي خطيرة دي، ميمارش ميمارش يا سعيد يقطع، برافو 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 برافو. المتابعة من طرف اللاعب أشرف الخلف مجددا، هذه مرفوعة داخل منطقة الجزاء، فرصة. دائما الخطورة لازالت قائمة في صافرة. نعم في صافرة وفي راية مرفوعة، لست أدري لماذا الوداد يرجع بشكل مبالغ فيه إلى الخلف، لا بعد كبير ولا واحد يساند الحداد. هناك على الجهة اليسرى الحداد يمر، الحداد يمر، يمر من الأول، يمر من الثاني، الحداد يمر، الحداد يمر، الحداد وحده الحداد، وحده إسماعيل الحداد يتلقن. تمشي من أشرف داري في الأمر، فرصة فرصة فيها وضعية التسلل، فيها وضعية التسلل. أم كان هناك تدخل من طرف اللاعب إسماعيل الحداد؟ راية هذه التمريرة منك يا أشرف يا داري. نعم هنا في العمق وفي دار المدافعين الحكم يتدخل عن طريق كونكا لمورينا، يحاول المرور مورينا وبعد ذلك تصل إلى جولة طويلة طويلة جدا تلعب الركنية. مرفوعة هذه الكرة وكومارا، كومارا اللاعب الإيفواري في نهاية المطاف يخرجها، تلعب بسرعة يا وليد مباشرة لبابا توندي، بابا توندي يمشي، بابا توندي ينطلق، بابا توندي لمن يا بابا توندي، بطأ البطأ الهجمة، بطأ الهجمة، فرصة نيونغو نيونغو. والوداد الذي يعتمد على المرتدات، هذه كرة عرضية تكناوتي بيودو يسيطر عليها في نهاية الأمر. اليسرى هذه عرضية، دورك الآن يا تكناوتي طير السوبرمان مرشحة. هنا كرة بابا توندي، فرصة بديع، امشي يا بديع، امشي يا بديع، امشي يا بديع، مرنا فرصة غير معقول في اتجاه اللاعب بديع له، كرشة لبابا توندي، عملية التمويه رائعة ولكن التسديد لم تكن كذلك، التسديد لم تكن كذلك. هذه من الركنية هنا خطيرة والكرة مرت عالية إلى توندي، أم لا بابا توندي، مراوغة ممتازة، فرصة فرصة فرصة. ماذا هناك؟ ما
توندي هذه الكره مرفوعه خطيره هذه خطيره 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 الكره تطول نصير نصير يتقدم بابا توندي فرصه الحكم ماذا يقول الحكم ماذا يقول فيها ركنيه وليس ركله جزاء غير معقول تماما يا بابا توندي ضيعت علينا الاولى وضيعت علينا